تحية لك، تحية لهذا النجم. ألف مبروك، ألف مبروك. هذا كابتن حسين عموتة الذي حاولت. كابتن أول شيء ألف ألف مبروك، الكل يغني باسمك، الكل يهتف باسمك. أنا استمعت جيدا للمؤتمر الصحفي، ذكرت المؤتمر الصحفي بأنك لا تستمع لوسائل الإعلام، أنك لا تكترث الانتقادات، أن الانتقادات جزء من عمل مدرب كرة قدم. الآن تحقق أكبر إنجاز في تاريخ الأردن الرياضي بالوصول إلى نهائي كأس آسيا، ما هو شعورك؟ أنا سعيد، يمكن أسعد مدرب يمكن في القارة وربما في العالم، لأنه يمكن يوم تاريخي بالنسبة لنا. وأنا دائما أؤمن على أنه عمل جماعي صراحة. كل الشكر وكل التقدير للاعبين اللي اليوم صراحة كانوا في واحد المستوى عالي. الخصم لم يكن بالخصم السهل، لكن احنا آمنا على أن عندنا حظوظ. ويمكن الخطاب اللي كان يوم أمس وكلمة السيلي كانت يوم أمس، وأنه يجب أن لا نبالغ في احترام الخصم أكثر من لازم. يجب أن نؤمن على أن حظوظ. الحمد لله أنه شفنا اليوم على أنه كانت يمكن أكبر الفرص في عدد كانت لصالح منتخبنا، والحمد لله. يعني هدفين أمام كوريا ليست بسهلة. الحمد لله تنتمنى أننا نستمر في هذه الانتعاشة وفي هذا الإيمان وفي هذه الثقة الكبيرة على أساس أننا نكون حاضرين. تعالوا. بس سؤال أخير قبل ما تمشي، خليك معي. فزت بالشامبيونز ليج الأفريقي، فزت بالكونفدرالية، فزت بكأس أفريقيا للمحليين، فزت بالدوري القطري، فزت بكل شيء. هل هذا أهم إنجاز بالنسبة لك في مسيرتك الكروية بصراحة؟ هو صراحة يعني كل إنجازات مهمة، لأنه دائما تأتي بالصعوبة وبالعمل الجاد وبالضغط. وأنا أظن أنه اليوم هذا إنجاز، أنا أظن ممتاز بنا اعتبر أنه إنجاز اللي هو قاري. لكن أنا أظن كل إنجازات الأهم فيهم هو أنك تستمتع أو ربما تحصد المجهودات اللي قمت بها أنت والمجموعة. وهذا تيبين الأهمية والثقة ديال التأثير وديال العمل اللي هو جاد. الحمد لله أنه اليوم في واحد المستوى اللي هو كبير، وإن شاء الله تكتمل الفرحة إن شاء الله بإنجاز كبير إن شاء الله. نقطة أخيرة، قبل تقريبا 20 أو 23 سنة ركبت معك في الباص وأنت متوجه نهائي كأس العهد، كنت أصور في الفيديو قلت لي أنا مركز أسوي معك لقاء بعد ما نفوز. حققت أول لقب لنادي قطر من 25 سنة. نادي قطر صحيح، وفي نفس السنة طلعنا الثاني في الدوري صحيح. لقب كان جدا ممتاز، وكان ربما رجوع نادي قطر للواجهة بعد يمكن الغياب أظن يمكن أكثر من 15 سنة بدون ألقاب، ورجعنا بالقوة. ولكن دائما أنا صراحة أؤمن بالعمل الجماعي. الحمد لله رب العالمين. يا ديار كابتن محمد، الله يبارك يا أخي، الله يخلينا إياك والله. ألف مبروك كابتن. شكرا كابتن، ألف مبروك. مبروكين جماعة، الله يعطيك العافية. إيش الكلمة اللي توجهونها للشعب الأردني اللي يشوفكم؟ بنحكي لكم بإذن الله تعالى، طالما أنتم معنا زي هيك والجمهور هذا إحنا ما راح نفشلكم، وراح نشوفكم في النهائي بإذن الله تعالى، ومش قريب مش بعيد علينا الكأس إن شاء الله. كلمة واحدة، نحن في خدمة الوطن والشعب بإذن الله. كابتن كلمة بعد هذا الإنجاز الأكبر في تاريخ الكرة الأردنية. كلنا فخر. رفع التاريخ. حكينا قدرنا هذا، النية صافي ما شاء الله عليهم الشباب، برفعوا الراس. الفخر اللي بقلبنا كلياتنا كأردنيين صعب نوصفه. ألف مبروك. لسه المهمة ما انتهت المهمة، طموح لها الكاس واضح من أول يوم. حكينا مباراة نغلب ما تنتهي المهمة، ناخذ الكاس. هذول الشباب بيستاهلوا، بيرفعوا الراس. المباريات الودية كانت انتقادات كثيرة على حسين عموتة، الآن رديتوا على كل المشككين بهذا الأداء بهذا الإنجاز التاريخي. كان بداية مسيرته معانا، وغير أسلوب اللعب كلياته، بتاخذ وقت الشغلة. الحمد لله الشباب التزموا، الثقة عالية فيه وثقة عالية فيهم، الثقة بتفرق كثير. حكينا بقبل الروح المعنوية عند النشامة عالية كثير. وفي المواهب ما ننسى، ما بنرجع نروح لحالها، نكون مواهب مع الانضباط مع الروح نشوف النتائج بالآخر. ألف مبروك كابتن جمال محمود، كابتن ياسر القحطاني، الجميع في الاستوديو بيهنونكم، أقول لكم ألف مبروك واحد. والشباب طالبين موسى التعمري إذا في مجال.